محاضرة عن Improving Appetite Vision Animation. السلام عليكم. أشكر التشيربيرسون دكتور عماد. أشكر الدكتور محسن طبعا على الدعوة الكريمة أن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة في المؤتمر الرابع له. يمكن دي أول مرة أشارك معاه مع دكتور محسن في المؤتمرات بتاعته. يعني considered المحاضرة دي the part of light medicine. بعد الدكتورة رانيا المحاضرة الدسمة اللي احنا اللي قالتها it is a light medicine. بس كانت رائعة دكتورة رانيا الله الصراحة. هتكلم على الابيتايت تمام و بي شور ان ان ال ان التوك it is not a commercial talk تمام خلاص في حاجات كويسة جدا هتتقال وهنتناقش فيها برضو تمام. لما هنتكلم على الابيتايت مين فينا ما تسألش على الابيتايت؟ مين فينا في البرايفت بتاعه او في الهوسبيتال ما جالوش شكاوي على سوء الابيتايت تمام؟ ايفن جوه البيت يعني شايف ما شاء الله ان في ميل بريدومينانس موجود في القاعه تمام. هم كل طول عمرهم بريدومينانس دكتور اسامه بيقول. فالابيتايت از ا بيج بروبلم في ناحيه الكومبلينز. لو هنتكلم في الاول ايه هي الابيتايت؟ الابيتايت از ا ناتشورال ديزاير تو ا بودي نيدز سبيشالي فور فود. بس عشان نفهم الاول الابيتايت ريجوليشن ات از ا بارت اوف فيدباك ميكانيزم يعتمد على الانرجي بالانس. يعني اللي بيتحكم في الابيتايت بتاع الانسان هو الانرجي بالانس. طيب ايه اللي بيموتيوليت الموضوع ده؟ كومبلكس انتربلاي ده نعتبرها لعبه ما بين الهنجر اند ساتايتي سيجنالز. بيتحكم فيها حاجتين، يتحكم فيها الابيتايت سنترز الموجوده في الهايبوثالاموس والبرين ستيم، ويتحكم فيها الهرمونال سيجنالز اوف انرجي ستيتس اللي بتطلع من الجت والبريفري. يبقى هرجع تاني اقول ات از ا بارت اوف فيدباك ميكانيزم بيتحكم في الابيتايت ان ريليشن للانرجي. مشاكل الابيتايت كتير، من اول سمبل ديكريز في الابيتايت اب تو انوركسيا نيرفوزا. طيب سمبلي ديكريز في الابيتايت ان الطفل يبدا يرفيوز الايد اللي كان بيحبه، الاكل اللي كان بيحبه قبل كده. طيب ده فيري كومن، طبعا فيري كومن اند نورمال سبيشالي من سنتين لست سنين اللي هي مرحله الجروس بيقل بعد السنه ويبدا يزيد تاني من 7 سنين. فهو اتز كومن كومبلين ونورمال من سنتين لست سنين وهنتكلم عليها بعد كده. غالبا البيرنتس بيساعدوا في تكوين هذه الفكره والديفلوبمنت اوف ذيس بروبلم من غير ما يحسوا. ازاي؟ ان هم يبداوا يشتكوا الكومبلينز بتاعتهم قدام الطفل، يبداوا يقولوها، فالماجنيتيود اوف بروبلم يبدا يكبر. والماجوريتي اوف كيسز زي ما حضراتكم طبعا بتشوفوا الطفل بيبقى نورمال على الجروث تشارت للويت والهايت بيبقى نورمال. بس ما زال الاهل بثقافه تربيه الفراخ البيضه ماشي مش مقتنعين ان الابيتايت بتاع الطفل كويس. هتناقش امهات كتيره ايه الديفينيشن بتاعها للابنورمال ابيتايت، مش هتوصلوا لديفينيشن معين تمام. لو هنبدا نريفايز لو عندنا وقت هي بتاكله قد ايه في اليوم، هتلاقيه بياكل فريكوينت ميلز بس هي في نظرها مش سفيشنت. حاسه ان الولد ده ما زادش غير 200 جرام في شهرين، ما تعرفش ان ده النورمال بعد سنه مثلا تمام، ما تعرفش ان ده النورمال. المشكله الاكبر بقى ان الاطفال بالاخص كل ما الاجيال بتتصارع بيبقى اكتر ان هو يرفض الاكل لو اتزن عليه. ودي مشكله ثانيه المصريين بيعملوها، الضغط، فالطفل قصادها بيبدا يرفض زياده وده بيكبر المشكله. وطبعا اطفال مصريين يعني مخهم جزمه. في ديفينيشن تاني اسمه فود نيوفوبيا، ده رفض الطفل لاي نوفل او انون فود بالنسبه له. الديفينيشن الشهير للبيكي او الفيوسي ايتر تمام، هو الريجكشن للفود الفاميليار والانفاميليار. ده معناه ان الفود نيوفوبيا
نوع من انواع البيكي ايتر، تمام؟ وده بيوصلني ان الطفل بياخد ينتجه فرايتي اوف فود، ما بياخدش فرايتي اوف فود كفايه. وهنا السؤال، طب ايه هي الجود او الادكوت فرايتي اوف فود اللي لازم نكون عارفينها ونوصلها للام؟ كم ايه الفرايتي، كم فرايتي اوف فود عشان اعتبر ان دي ادكوت؟ تتوقع 20. ده بنش مارك فور اي فيدنج ثيرابيست، ان يكون في 20 فود الطفل ريجولري بيأكسبت، واقدر انوع بينهم على على الميلز كلها 20 نوع من الفود. اسباب اللوس اوف ابيتايت، سلو جروس ريت زي ما احنا اتكلمنا بعد سنه. إيه انا مطالب ان انا ازيد نورمالي 7 كيلو في اول سنه قصاد 2 كيلو في ثاني سنه، اطول 21 سنتي في اول سنه قصاد 12 سنتي في ثاني سنه، تمام؟ الستانتنج او السلوينج للجروس ماشي بيقابله ان الابيتايد بتبقى لامبرد، بتبدا تقل، وده نورمالي، ده نورمالي، ولازم يكون الاهالي عارفين ان نورمالي في السنه الاولى مش هياكل زي ما هياكل في السنه الثانيه. الميديكيشن الاشاره الانتيبيوتيك طبعا بتشوت داون الابيتايد تماما، بس بتتحسن بعد النهايه. الاستريس والديبريشن، طب انا اعرف منين ان القصه ستريس وديبريشن؟ لما الاقي ان الطفل بدا يفقد الانترست بتاعته للحاجات التانية اللي بيحبها، مش الاكل بس، ما عادش بيلعب زي الاول، ما عادش اجتماعي زي الاول، هنا ابدا افكر ان في ستريس او ديبريشن. طب ايه اكتر ستريسفول فاكتورز للاطفال اللي ممكن تدخلني اب تو ديبريشن؟ نيو سيبلينج، تمام، او وفاه فاميلي ممبر، وحاليا ممكن وفاه بيتس، يكون مربي قطه او عصفوره او كلام من ده، الاطفال بتبقى مكتئبه لوفاتها. انيميا مش محتاجه تتفسر، تمام، والسيكنس طبعا كان في دايريا سورس روت فولنس، اي حاجه الحاجات دي كلها بتاثر على الابيتايد. استانال وورمز اللي عشان بتحصل انتستانال بليدنج، وطبعا لازم يحصل لوس اوف ابيتايد بعديها. كونستيبيشن، اي دايجستيف ابنورماليتي تاثر على الابيتايد. واللاك اوف اكسرسايز، ده من الفاكتورز المهمه جدا اللي بتاثر وبتقلل الابيتايد. طيب لو اللوس اوف ابيتايد ده خرج بره النطاق النورمال، طفل بدا يسكيب من النورمال جروس باترنز بتاعته، بدا نطلع، بدا يبقى فيه بان عليه ساينز اوف فيتامين ديفيشنسي، هيؤدي لايه؟ ان يحصل مال نيوتريشن. مال نيوتريشن زي ما حضراتكم كلكم عارفين ديفيشنسي اوف بروتين او كالوريز او مايكرو نيوترينت. يونيسيف والورلد هيلث اورجانيزيشن دبليو تشو والورلد بنك سنه 2016 عملوا فوكس على المشكله دي، لان اباوت 155 مليون ستانتد، 41 مليون اوفر ويت، 52 مليون ويستد. فالمشكله مش سهله، بل على عكس كمان، ده المشكله اكبر، ان التشايلد مورتاليتي تحت 5 سنين 2/3 اوف كوزز منها نتيجه المال نيوتريشن. فالموضوع المال نيوتريشن ده موضوع ما ينفعش نعديه. سنه 2015 المينستري اوف هيلث اند بوبوليشن في مصر، تمام، طلعت ريبورت ان ايجيبت واحده من 36 دوله في العالم عندها ما يسمى بالطبل بيردن اوف مال نيوتريشن. يعني ايه؟ يعني الاطفال تحت سن 5 سنين 29% منهم استنتد و6% منهم اندر ويت، وفوق 15 سنه 70% من الاطفال ار اوفر ويت اور اوبيز. فده دبل بيردن، واحنا الحمد لله في الرانك الاولاني في اي حاجه وحشه، تمام. ال 2019 انيوال ايجيبت ريبورت اللي طالع من اليونيسيف قال ان الهيدن هانجر بيجتاح الاطفال المصريين. طب ايه هو الهيدن هانجر؟ ان يكون عندي فيتامين ومينرال اند مايكرو نيوترينت ديفيشنسي، على الرغم ان الطفل بياكل كويس بس الكواليتي اوف فود مش كويسه، ما بتدينيش الفيتامينز والمايكرو نيوترينت اللازمه للجروث والديفلوبمنت والاميونيتي. ده ما يسمى الهيدن هانجر. وبناء عليه الطفل المصري للاسف معرض
لكل المشاكل اللي تحصل لهم مايكرو نيوترون ديفيشنسي ويكنس منتال كاباسيتي تقل كوجنيتيف سكيلز تقل جروس كاتش اب ما يبقاش كويس فريكوينت انفيكشن وهاير مورتاليتي ريت. ده اللي وصلنا في سنه 2015 برضو لقوا ان البريفالنس اوف ستاندنج اند اندر ويت ما تغيرش من سنه 1990 25 سنه والمشكله قائمه في مصر وما بتتغيرش. طب ده ليه؟ لان الفيشس سيركل اوف مال نيوتريشن ما بتتقطعش عندنا في مصر. مال نيوتريشن تعمل مايكرو نيوترون ديفيشنسي ميتابوليك امبيرمنت امبيرد جروس كومبرومايزد اميونيتي انفيجيتد انفيكشن اند كرونيك ايلنس لو ابيتايت مال نيوتريشن امبيرد ميتابوليزم. طيب تتوقعوا انهي حلقه في الفيشس سيركل دي اضعف اشتغل عليها عشان اقطع الدايره دي؟ الابيتايت. لو حسنت الابيتايت قطعت الدايره. بس احنا بقالنا 25 سنه على نفس المنوال. How to increase the child appetite naturally. Naturally. دي شوية تبسة هنقولها قادرة effectively جدا ان هي تستيميليت الابيتايت للطفل من غير اي ميديكيشن. من غير اي ميديكيشن. بس نتفق على golden rule في الاول ان البيرنت responsibility هي what to eat when to eat في الميل والسناك تايم and where to eat. ولازم يحترم the child responsibility for how much ياكل قد ايه وياكل ايه من الفود الاوفرد له. لازم نحترم ان الطفل هو اللي هيحدد هياكل ايه وهياكل قد ايه. لكن انا مسؤوليتي ان انا اظبط التايمنج اظبط الاكل البينيفيشال له اللي هعرضه عليه تمام وفين هياكل فين. هنتكلم في الكلام ده بعد كده عشان اوصل لان بناء عليه when parents do their job with feeding children do their job with eating. feeding كويس eating كويس. طيب rule number one be a good role model. من شابها أباه فما ظلم وكفي القدرة على أمها تطلع الايه البنت لأمها. شئت أم أبيت الأطفال أنت مثلهم الأعلى وبيراقبوك وبيقلدوك فبي أجود رول مولدل. لازم تكون بتاكل قدامه وبتاكل كويس. ما تجليش أم تقول لي أنا ما بتاكلش سبانخ ورغم إن السبانخ غنية جدا بالحديد وأعمل إيه عشان تاكل سبانخ؟ أو أنت بتحب السبانخ؟ لا أنا ما بطقهاش. ده كتير. فلازم اكون انا موديل لابني او بنتي في الاكل. نيفر سكيب بريكفاست. بريكفاست يعني ايه؟ بريك ذا فاست افتر ذا نايت. اكسر صيامك اللي انت صمته على مدار الليل اللي انت نمته. ده بيبوست الميتابوليزم فبيزود الابيتايت. طبعا عندنا اغلبيه الاطفال بيناموا 5 و6 الصبح ويصحوا على المغرب تمام. فده سيمبلي ده مش عمره ما هيكون عنده ابيتايت. سيمبلي اوفر ووتر 30 مينتس بيفور ميل تايم. بل على العكس كمان ده اول ما الطفل يصحى شربه ميه حتى قبل ما تديله لبن واديله كوبايه ميه نص ساعه قبل اي ميل. طب هتفرق في ايه؟ هتستيموليت الدايجستيف جوس وانزيمز فبتبوست الدايجستيف فبتزود الابيتايت تمام. جيف ذيم فود افري 2 اورز. لو الطفل ده كان بيكي ما بيجوعش معدته صغيره الثلاثه ميلز مش هينفعوه مش هيجوع ومش هياكل كويس. طب استيموليت الابيتايت ازاي؟ ندي سمول اماونت اوف فود على شورت انترفال كل ساعتين فده هيحسن وهيستيموليت الابيتايت. وديهم لايت سناكس وناتس بتوين ميلز. لو عرفنا قيمه البيناتس الفول السوداني هو بروتين بيلدينج فظيع وابيتايت بوستينج خرافي تمام. ومش لازم اكل سوداني محمص في بينات بتر بتحسن كتير في الابيتايت.
تحسن كتير جدا في الابيتايت. مش لازم الطفل يخلص الطبق. بلاش اصرار الامهات المزعج للطفل يخلص الطبق. انتوا لو شفت ام مصريه بتاكل ابنها انتوا ممكن تشكلوا معاها حاجه تقرف. تمام؟ مش لازم الطفل يخلص الطبق عشان يبقى عامل الميشن بتاعته. لا، اديله كميات قليله ولما تخلص هو اللي هيطلب تاني. وفي قاعده ان الاكل الكتير بيشبع. تمام؟ هي الملاحظات دي اكستريملي بينيفيشال، اكستريملي بينيفيشال لينا كبيرنس، وان انا انصح بيها الامهات. طب انا عايز ادخل اكل جديد، لو حد عنده فود نيوفوبيا، الفاليو اوف وان بايت، قطمه، اشجع الطفل ياخد قطمه من الاكل الجديد، 10 15 ميه مره دخل في الاكل ده خلاص. وده الفاليو اوف وان بايت بوليسي، وان بايت بوليسي. دونت ميك ميلك اميل، اللبن مواش وجبه. ما تفرحش وانا بعبي العيل لتر لبن الصبح وابقى فخور بنفسي انا شربته لتر لبن. ده مش هيفضل، مش هياكل غير بعد 8 او 10 ساعات عقبال ما يهضمه. فالميلك بيكل الابيتايت فور نيكست ميل. بي كرييتيف بالاكل. وبرضو المثل بيقول العين ماشي العين بتاكل قبل البق. تمام؟ فخليك كرييتيف، مش لازم في الاكل بس، في الاطباق، في المعالق، في نوعيه الاكل. مش عايز اكل لحمه، طب ما انت لازم تديله لحمه شوربه، طب ما تغير. ما في 100 طريقه لعمل اللحمه. ممكن ما يحبش لحمه الشوربه، وغالبا الام نفسها والاب تلاقيه ما بيحبش لحمه الشوربه، بس هو برضه سياسه الفراخ البيضاء اللي هيتحط هيتاكل. ودي مهمه جدا، ان let the child help in kitchen، يساعد في الطبيخ في المطبخ. ده بيخليه يتحمل responsibility ويبقى فخور ان هو شارك وسعيد جدا هو اللي بيعزم باللي هو عمله. بس التفكير بتاعنا ان انا استنى، انا ممكن من اول سنتين يغسل خضار وفاكهه لحد ما يكبر ممكن يعمل سلطه مثلا. تمام؟ فمشاركه الطفل في المطبخ بتفرق كتير جدا. بلاي اند اكسرسايز مور طبعا، لان ده بيبوست الميتابوليزم فبيجوع. واهم حاجه الميل تايم هو الفاميلي تايم. ميل تايم هو الفاميلي تايم. الطفل ما ياكلش لوحده، الطفل ياكل مع اهله. ما يقعدش ياكل فرداني، يقعد ياكل وسط اهله اتليست 3 مرات في الاسبوع. اتليست 3 مرات في الاسبوع. حد حضر الطبليه؟ حضرته احلى قعده، صح يا دكتور عماد؟ لا انا هاخد نص ساعه، انا مش هاخد طيب مش هطول، انا ربط اخلص عامه. وافويد ستريسفول توبكس، بلاش على القعده الام تشتغل، تستغل ان ابوه رجع من الشغل، ده عمل وسوى ونيل وما بيذاكرش والمدرس الفلاني وضرب اخته الصغيره وي وي، ومستنيه ده كل ازاي؟ ما ده قاعد يتعاقب، ده قاعد في محكمه. فبلاش اي حاجه ستريسفول على الترابيزه. والمهم جدا ان افويد eating in front of TV او كمبيوتر، اي ديستراكشن اللي غالبا الامهات كلها بتعملها، ما بتاكلش الا قدام التلفزيون او التابلت او الموبايل، دي لازم تقف. ابيتايت ستيمولنت، لو انا عملت الناتشرال مش واصل للمردود اللي انا مرضي بالنسبه لي، ايه هم الابيتايت ستيمولنت؟ هتكلم على اربعه تشالنج ريجاردنج سبلمنت. اول تشالنج ابسنس اوف افكتيف ابيتايزر، مفيش حاجه مفيش افكتيف ابيتايزر. وهنا بس قبليها انا بس عايز اشكر شركه ديفرت لاب، ان فور ذا فيرست تايم ان انا ادي محاضره لشركه واستعين بالسلايدز بتاعتهم زي ما هي في الجزء ده، لان هم فعلا ادوا ريسبكتبل ساينتفك داتا بيوند الكوميرشال مسج اللي هم عايزينها. فانا بشكرهم، بشكر ميديكال تيم بتاعهم على تحضير السلايدز دي. من 2012 منعوا اي كيميكال ابيتايزر عشان السي ان اس افكت بتاعه. هنا ديفرت لاب بصت يمين وشمال، بصت لاسيا، لقوا ان في اسيا بيستعينوا بوتس كولد سيتراس سينسز.
دي مستخلص من السويت اورنج من البرتقال السكري. واتنشرت في الانترناشونال جورنال اوف مولكيولار ميديسن اند ادفانس ساينس الافيكاسي بتاعه فور از ا ناتشرال ابيتايزر مع السكيرفي والاثيروسكلروزيس والسيركيليشن ديس اوردرز. فاستعانوا اول حاجه بالسيترال ساينسز. بصوا لاوروبا لقوا ان ال لايسين عامل راو هناك. واتنشرت بيبر سنه 2014 في الناشونال لايبراري اوف ميديسن اللي هو منشق من الناشونال انستيتيوت اوف هيلث على ال لايسين اللي هو اسينشال امينو اسيد داخل في اغلبيه البروتينز بما فيهم الانزيمز والاخص الدايجستيف انزيمز فهو ابيتايزر انهانسر. يبقى انا عندي اثنين ابيتايزر انهانسر اند ستيمولنت سيترال ساينسز وال لايسين. التشالنج الثاني بور تراديشنال مينرال باي افيلابيلتي المتواجد غير كافي او غير صالح. بمعنى في المندل بوكلت ده بتاع الصيادله كان ستيتمنت بتاعته ان 2-10% بس من الاورجانيك مينرال هم اللي بيبقوا ابزوربد. ده اتعاد تاني في الانترناشونال جورنالز اوف بيور اند ابلايد بايو ساينس اللي سنه 2017 اللي اتكلمت على الانتر اكشن بتوين فيتامينز اند مينرالز الاورجانيك وقالت ان بعد ما يعدي على الستومك بي اتش والاتش سي ال اباوت 80% منه بينتر اكت ويز فوكوندنت 20% منه لما يوصل للانتستين يمسك في النيجاتيف تشارجد في اللوك فاباوت 1-6% بس بايو افيلابل هو اللي بيفضل من الجرعه اللي انا اديتها. ده خلاف الفيتامين او مينرال انتر اكشن. عشان كده زمان لازم الحديد يتاخد الصبح على معده فاضيه والكالسيوم يتاخد بالليل صح؟ مش كلنا عملنا كده وعدنا بالمرحله دي عشان ما ينفعش اديهم مع بعض عشان المينرال انتر اكشن. ده خلاف ان الكومبلاينس للتراديشنال مالتي فيتامينز مش كامله. طعم وحش في ميتاليك تيست في جي اي تي ابسيت كونستيبيشن مع الايرن تمام. فكمان في باد اكسبيرينس للامهات والاطفال وده بيخلي في الريجولر يوز. نيلسون اخر ابديت اكد على اهميه الفود فورتيفيكيشن از ان افكتيف استراتيجي تو بريفنت نيوترينت ديفيشنسي لحد ما جه الجايد لاينز فور فود فورتيفيكيشن ويز مايكرو نيوترينت وبدا يتكلم على الايرا اوف مايكرو ديسبيرسد مينرال. الفكره ان انا ابدا اصغر في البارتكل سايز بتاع المينرال عشان يبقى ريدلي ابزوربل اكتر واحط حواليه ايمالسيفاير يحميه من ستومك بي اتش ويعديه من الانتستين يوصله بيور للبلد. طب ده هيفيد؟ ده نفس الكلام هيعدي الستومك بي اتش فما فيش انتر اكشن مع الفود كونتنت بيعدي الانتستين فبيمسكش في النيجاتيف تشارج في اللاي فبيوصل للبلد بيور فما عنديش مينرال تو مينرال انتراكشن. فده تكنولوجي جديد طبعا ديفر تلاب عملته. لو هنيجي نتكلم على الايرن اندونيسيان بايوميديكال جورنال سنه 2018 وده جورنال محترم جدا له امباكت فاكتور عالي قالوا ستيتمنت ان سبلمنتيشن اوف زنك انت ايرن لثلاث شهور بيحسن الابيتايت على اي بني ادم. ثلاث شهور متواصله يحسن الابيتايت. ده خلاف اهميه طبعا الايرن للهيموجلوبين والمايوجلوبين والاميونيتي. الزنك لقوا ان فيه حاجه لذيذه جدا بجانب روله بتاعه في الاميونيتي والجروث ريت والبيهيفير ديفلوبمنت لقوا ان هو بيعالج التيست ديس اوردر. عشان كده لو لاحظنا روشتات الانف واذن التغيرات الانف واذن الابديتد بعد عمليات التونسيلكتومي بقى بيكتبوا زنك. عشان في نسبه كبيره بعد عمليات التونسيلكتومي بياخدوا التيست او بيبقى عندهم باد تيست استطعم اي حاجه وحشه. الزنك بيحسنه. انا قدامي 5 دقايق بالظبط. الزنك بيحسنه. فدي اهميه الزنك. الانوفيشن من الانوفيشنز برضو الكالسيوم استخدمه مايكرو انكابسوليتد تراي كالسيوم فوسفيت اللي هو الناتشر اللي موجود في البون تمام وده البايو افيلابيلتي بتاعته اعلى ب
15% من الكالسيوم كازين اللي موجود في اللبن، فبيدي ابزوربشن اكتر 20%، تمام، فبيعمل بوست للكالسيوم فانكشن. التشالنج الثالث قربت اخلص، ان مفيش فورمولا فيها كل المالتي فيتامينز. هنا الفيتابيلا برضو حلتها ان هي ادت 13 فيتامين تانيين، فيتامين ايه، ريتينويد، مهم جدا في السليب ريجوليشن، خلي الطفل ينام كويس وينام فترات طويله ويصحى فايق، فده طبعا بيحسن الابيتايت. ده بجانب الرولز بتاعته المعروفه، فيتامين بي 6 وبي 9 وبي 12 ده الهابي فيتامين، ده كوفاكتور في الفورميشن بتاع السيروتونين اللي هو هرمون السعاده، بجانب طبعا الفانكشن بتاعته. فيتامين دي 3 وبرده ده كان من الانوفيشن بتاع ديفرت لاب، ان هم عملوا تكنولوجي اسمها نانو ايمالشن تكنولوجي، حاسين انت البايو افيلابيليتي بتاع الفيتامين دي خليته يتمص كامل مش بس كده، ده خلت الاوفر دوز ملوش توكسيك افكت. فعشان كده بيبقى 4-fold افيكاسي في الجرعه، يعني ال 160 انترناشونال يونت اللي موجوده في كل 10 جرام المعلقه كبيره فيتابيلا تعادل 640 انترناشونال يونت فيتامين دي في اي منتج تاني. فيتامين سي وفيتامين اي واهميتهم طبعا للاميونيتي والانتي توكسنت والانكريز ان ابزوربشن والسكين بروتكشن في الفيتامين اي. اخر تشالنج ان المالتي نيوتريشن از مالتي فاكتوريال بروبلم، هقعد افكر كتير الطفل عنده مالتي مال نيوتريشن مال نيوتريشن ممكن تكون ايه، هل هي لو اميونيتي اوستيوبروز ايرن ديفيشنسي جروث ريتارديشن لوس اوف ابيتايت، طب انا هدي ايه، هدي فيتامين ولا هدي ايرن ولا هدي كالسيوم ولا ابيتايزر ولا هدي زنك. ده الفيتابيلا، تمام. فيرست تايم وورلد وايد، والعهد على الراوي، ماشي خلاص، وورلد وايد العهد على الراوي، تمام. هل هم فعلا فيرست وورلد وايد ولا لا، انا ما حاولت اعمل سيرش ما عرفتش. اللي بتقدم 3-2 ناتشورال ابيتايزر، 3 مايكرو ديسبنسر اسينشال مينرال، و3 فيتامينز 13 فيتامينز تانيين. قبل موضوع كورونا الكومباينيشن ده، وقبل موضوع كورونا والاميونيتي والكلام ده، الكومباينيشن ده كان معمول، و12 سنه 2007 في البريتش جورنال اوف نيوتريشن اهميه السيلكتد فيتامين وتريس اليمنت تو بوست اميونيتي، وده اللي مقدمه الفيتابيلا، من اول تحسين السكين بارير حتى الانتيبيوتيك الانتيبادي برودكشن، بيقدم الفيتامينز اللي تلزم كل حاجه ريجاردنج الاميونيتي. عشان كده انكريز التشايلد ابيتايت بيبروفايد هيلثي نيوتريشن، بيحسن الجروس ريت، بيحسن الكوجنيتيف سكيلز، بيمبروف التشايلد اميونيتي، وبيقلل الانسنس اوف كرونيك ايلنس. عشان كده هي ايديال فورما، ريلي ات از ان ايديال فورما، ات از ا تشامب اوف سبلمنت. بس مع احترامي للفيتابيلا، لو هنتكلم على التشامب فاكيد بس وي ار افريكان شامبيون. بس معلش بس يعني ايه، عشان الصوره مستفزاني في حاجه، ماشي. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيده.